وزارة الصحة مشاهدينا المواطنين من موجة الحر ربما وارتفاع درجات الحرارة، كما دعت المواطنين إلى ضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي المضاعفات الصحية المحتمل وقوعها جراء استمرار ارتفاع درجات الحرارة على المستوى الوطني. الحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، نستقبل معنا مكالمة هاتفية مع السيد أو الدكتور فتحي بن أشنهو. صباح الخير دكتور بن أشنهو. السلام عليكم، نهاركم مبروك. شكرا لك، صباح الخير مرة ثانية. إذا دكتور بن أشنهو، ربما نتحدث عن الإجراءات الوقائية اللي لازم يقوموا بها المواطنين في هذه الأيام الحارة. يعني كل عام احنا تجينا سخانة بزاف في الجزائر، يعني نشوفوا أنه كبار السن يتضرروا بزاف دكتور من ارتفاع درجات الحرارة. السلام عليكم. راكي قلتيها، حنا رانا في الجزائر ماناش غير كيما الجينا، جدود 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 جدودنا عايشين في هذا الارض، والجزائر عندها موقع في الكره الارضيه اللي يعرضها لمواسم تاع درجه الصيف، درجه الحراره مرتفعه. ما نساوش اخواننا اللي موجودين في الجنوب اللي هما يعني متعودين. هذه حاجه ماهيش، ما جيناش من شمال اوروبا يعني من لاسياد ولا ورانا حين نزوجوا، لا، حنايا متعودين لهذا الشيء. هذه لازم نعرفوها، لما نعرفوا هذه المعطيات رانا نهيئوا انفسنا. اولا لازم وقبل كل شيء الانسان كي تكون هكا درجه الحراره مرتفعه ينقص كثير من الحركات الجسديه، بالاخص كما قلتيها المسنين، المراه الحامل والاطفال الصغار. يعني للاسف حنا نشوفوا بعض المواطنين يقوموا بسفر تاع 500 كيلومتر ولا 700 كيلومتر شرقا وغربا وجنوبا، ماشي وقتها هذا الانسان اللي يتنقل لان درجه حراره ترفع كما قلتها، بالاخص المسنين، المراه الحامل والاطفال الصغار واللي عندهم الامراض المزمنه. هذه واحده. اثنين، لازم شرب الماء بقوه. نعم. ماشي نشرب بالماء كي نعطش. لما الانسان يحس بالعطش يعني راه في خطوره، والذات تاعو اللي بعثت له اشاره راك في خطوره. شحال من لتر ربما دكتور بن أشنهو منصوح به في اليوم؟ شحال من لتر ربما منصوح به في اليوم؟ هي الشرب الماء لازم بدون حساب، بدون حساب. كما نقولوها بالدرجه، كي نشرب ماشي نشمخ شواربي، نشرب كميه معتبره. ونعاود ناكد بالاخص اللي عنده مرض مزمن كيما مرض السكري، لازم على الاقل 4 لتر ماء في 24 ساعه، 4 لتر ماء واكثر. الماء وراني استسمحك دكتور بن أشنهو، نتحدث عن اعراض ضربات الشمس ومخاطرها، ربما ما هي طرق علاجها او تفادي هذه المشاكل الصحيه التي يقع فيها دائما المواطن الجزائري خلال فصل الصيف؟ شوفي، راكي درتي غموض ما بين علاج ضربات الشمس وكيف نتفاداها. الاحسن والافضل لازمنا نتفاداو أشعة الشمس، لازم نعرفوا بأن أشعة الشمس، وهذا نتوجه الناس اللي تبعوا لا موضة يقول لك نبرونزي، أشعة الشمس هي طاقة عالية. كل ليل الإنسان راح يحط يده فوق النار، فعلا فوق النار. هذا كل ليل نهار كامل هو ومع ويولي احمر، هذاك الحموري هذيك ماشي برونزاج، هذيك الحريق من الدرجه الاولى. وحقي وعلمي بان كاينين حريق بسبب شط البحر بالدرجات الثالثه، وهي لما يخرج لنا هذوك النبولات معمرين بالماء، هذيك خطيره جدا. اشعه الشمس لازمنا نتفاداوها.
لان التكفل تحكين وين تخلي اضرار جسيمه. حقي وعلمي بان هل يمكن لضربات الشمس ان تؤدي الى حاله وفاه في حال ما اذا كان؟ شوفي انا ناخذ كلمه شعبيه تقول لك الموت تعطي راحه، حقي وعلمي اخطر من هذا الشيء، راهو ارتفاع حالتات السرطان تاع البشره تاع الجلد تاع بنادم، ارتفاع تاع سرطانات بالاخص اللي عنده الخانات بالاخص اللي جاي اشقر كما نقولوا احنا روجي، هذو كاع راهم يتعرضوا للسرطان تاع الجلد. وحاجه اخرى ما يقول لك ندير الكريمه، اولا الكريمه لازم تتشرى عند الصيدلي وحده، اثنين الكريمه ماشي نديرها الصباح عزمنيها تاع الصباح حتى لليل، لا الكريمه لازم تتجدد كل ساعتين. كل ساعتين. لهذاك الشان المنظمه الدوليه للصحه تقول لك الانسان لازم يدير هذوك التريكوات، يدين طوال وكلش بالاخص الاطفال الصغار، وما نطولوش على شط البحر لان الرمله هذيك راهي تقوي اشعه الشمس، السطح تاع البحر هذاك السطح اللي يبرق هذاك راهو يقوي اشعه الشمس. راك تشوفوا بان لازمنا نتفاداو ما يسمى الموضه والانسان ما يتعرضش لاشعه الشمس على شط البحر. نعم، كذلك ربما نقطة مهمة دكتور بن أشن، هو نتحدث ربما قلت لي أنه شرب المياه راح يكون يعني راح يخلي الإنسان في فصل الصيف يخليه كما نقولوا احنا أو يقولوا باللغة الفرنسية يعني إدغاتي. نتحدث ربما في هذه النقطة كي الناس يفضلوا يشربوا المياه الباردة يعني في فصل الصيف، هل هذا الشيء صحي أم لا؟ يعطيك صحة اللي تطرقتي لهذا السؤال. أولا لازم نشربوا الماء، ونأكد على سائل واحد وراني نأكد الماء فقط. ثانيا درجة الحرارة هذه ثاني كعادة عندنا، درجة الحرارة تاع الماء تنجم توصلنا لخطورة لسقطة قلبية. لماذا؟ بعض من الناس يشربوا ماء جامد ويديروا في الطاس تاع شرب الماء يزيدوا له كاين لي غلاسون، راكو عارفين بان هذه راهي رايحة تؤدي فيها خطوره. نعرفوها الحديد، لما نحميوه نسخنوه وفجأة نديروه في الماء شفتوا كيفاه يتكمش ويدير سكر. وين لعدك احنا اشخاص مخدومين باللحم وعظم ودم، الواحد يكون شايط كما نقولوا شايط بالعطش ودرجة الحرارة مرتفعة يروح مباشرة يشرب وفجأة يدفق داخل ذاته ما يختلف تماما، درجة الحرارة تاعو تختلف تماما ما بين واش الحرارة مرتفعة في ذاته وهذيك درجة الحرارة الماء تاع اللي يشربه. راكو تشوفوا بأن موش فصل الصيف خطير، هو اللي فيه خطورة التصرف تاعنا الفردي وبعض الأفكار تسمى لا موضة ويعني الإنسان لا فيها خطورة، وهو خطورة جي من التصرف تاعنا. إيمان عندك ربما إضافة؟ كذلك دكتور بن أشن، هو مع ارتفاع دائما درجات الحرارة الكثير من يستعمل المكيف الهوائي، هل هذا مفيد أو يكون له يعني أثار جانبية ربما؟ نعم شوفي المكيف الهوائي عندك حالتين في المنزل وفي السيارة. المنزل ما كيش راح تقعدي في المنزل، لازمك تخرجي للهواء التلق، وفي الهواء التلق درجة الهواء التلق ودرجة المنزل بالمكيف راهي تختلف. هذا الاعتداء ما بين ذات الإنسان والمحيط، الذات تكون في درجة 19 ولا 20 دقري في المنزل، تخرج برا تلحق حتى 35 حتى 40 درجة الحرارة. هذا التغير المفاجئ هذا اعتداء على جهاز التنفسي بالاقص القصبات الهوائيه، واحده. اثنين
هذه لازمنا نفهموها ونتوجه الى سائقين السيارات. والله لو قاع عشناها كاين بعض الناس لما تركب في السياره معاه تحسب روحك راك في فصل الشتاء، يعني مشي المكيف، ولكن هذاك الانسان ولا اللي موجودين في السياره ما راحينش يريشوا، راحين ينزلوا من السياره. نفس الشيء هذا التغير المفاجئ بين درجة الحرارة في السيارة والهواء التلق هذا كراه خطير. ومن بعد الناس يجيو ليك يقول لك عندي الشعلة، أني نحس الضيقة في صدري، راني عندي القراجم، راني عندي. يا ناس التصرف تاعنا هذه ذاتنا، لازمنا نتلائموا مع المحيط ونحيي إخواننا وأخواتنا اللي في الجنوب اللي هما. نعم دكتور فتحي بن أشنهو، شكرا لك، الوقت داهمنا، إن شاء الله تكون وصلت الرسالة لكل المواطنين. شكرا لك وبداية يوم موفق. نعم.